من اين تبدأ منابع الغش؟ تبدأ من سوء تربيتنا لأبنائنا وغرس أشياء من عاداتنا فيهم وما نقتنع به في أن يكبر الولد يغش في التربية ويغش في السلوك ويغش في التعامل ويغش في الكلمة ويغش في الامتحانات ويغش بعد ذلك في البيع ويغش في الشراء ويصير مطففا. من أي؟ من سوء ملكة الأباء والأمهات الذين يعقون أبناءهم قبل أن يعقهم أبناؤهم. العقوق يأتي من أعلى. كيف؟ تجد ولد أو بنت تخرج من المتوسط صف الثاني عشر عمره لم يتجاوز 18، معلوماته كلها في الدين أنه يحفظ فاتحة الكتاب وآخر صفحة في المصحف الإخلاص والمعوذتين، وإذا بالأب الهمام والأم عديمة الأمومة تقرر مع زوجها أن هذا الولد أو هذه البنت يجب أن يرسل إلى الدولة الفلانية للحصول على المؤهل الدراسي الفلاني. لم يسألوا كيف يكون وضع هذا الولد اللاديني في مجتمع لاديني. سوف يأتي الولد والبنت بعد سنوات ليتعجب ويقول يعني ما زلتم تصلون؟ ما زلتم تصومون؟ العالم كله يتقدم بدون صلاة وصيام وأنتم تتأخرون بالصلاة والصيام. وهنا يأتي الأب باكيا للشيخ وتأتي الأم صارخة للشيخ ويعرض على طبيب نفسي والولد يزيد تذمرا. طب بالله عليك، أنت جئت بجاهل لا يعرف عن البناء والهندسة شيئا فبنى لك بناية فمالت وأوشكت على الانهيار، تسرع إلى البلدية والجهات المختصة والمتخصصين من أبناء وعلماء الهندسة والبناء ثم تسألهم فينظرون إليه ويقولون هل جئتنا عند البنية الأساسية والبنية التحتية حتى تأتينا اليوم بعد أن أوشك البناء على الانهيار؟ هكذا في انهيار الأخلاق، غش تدليل.